السلام عليكم مشاهدينا ومتتبعي قناة احترف العود، اهلا وسهلا بكم في هذا الدرس الجديد. ان شاء الله سوف نرى مقام النهاوند ونتعرف عليه بشكل دقيق، وكيف استغل مقام النهاوند لكي اضع انتقال يكون فيه سلطنة وتطريب من مقام النهاوند الى مقام الرست. كل هذه الامور سنراها في هذا الفيديو، ابقوا معنا. اول شيء مشاهدينا الكرام، اضغطوا على زر سبسكرايب اي الاشتراك في القناة، واهم شيء ان تفعلوا زر التنبيهات لكي يصلكم كل جديد نقوم به على هذه القناة لتستفيدوا اكثر ان شاء الله. وكل من يحتاج مساعدات او دروس خصوصية ما عليه سوى التواصل معنا عن طريق الواتساب او عن طريق البريد الالكتروني. كما لا تنسوا متابعتي على الانستغرام، ستجدون كل الروابط اسفل الفيديو. اذا مشاهدينا الكرام، مقام النهاوند من درجة ضوء، طبعا نبدأ من علامة الرست وهي ضوء. هناك اختلاف نوعا ما، دو سي بيمول لا بيمول سول فا مي بيمول ري دو، وعلامة الحساس تكون سي بيمول او اوكي. اذا عندما نريد ان نبدا تقسيم او ارتجال على مقام النهاوند يجب أن نركز على طريقة البداية لهذا المقام، لأنه جميل ويجب أن نوضح هذا المقام منذ البداية. إذا نركز كما قلت على البداية بشكل صحيح لكي نؤكد مقام النهاوند ونستمتع أولا في عزف مقام النهاوند واستخراج الأجناس لهذا المقام، وبعدها يمكنني أن أضع تخطيط للانتقال من مقام النهاوند إلى مقام الرست بطريقة عجيبة وتكون جميلة وسلسة دون إحداث أي نشاز. إذا كبداية ربما أبدأ من قرار القرار، أوكي؟ يعني هذا الوتر الثالث، لاحظتم الأمر يكون واضح وجميل. يعني بهذا الشكل، كما لاحظتم دائما أوضح سي بيمول، أوكي، من ناحية القرار لكي يكون توضيح كامل لمقام النهاوند، لأن هذه هي علامة الحساس كما ذكرت لكم في الأول، ويكون الارتكاز بهذا الشكل. يعني بهذا الشكل، وربما أبدأ مثلا بعزف في البداية جملة تكون مطولة. كيف؟ يعني جملة تكون طويلة نوعا ما، ولكن في إطار الاستهلالات لبداية التقسيم. مثلا أبدأ بعزف هذه الجملة، هذه بداية لكنها مطولة وفيها اختلاف عن ما رأيناه سابقا في الدروس التي سبق وشرحت في إطار التقاسيم والارتجال والاحتراف. هذه الجمل التي تكون مطولة وتكون مركزة وبتركيز من طرف العازف تؤكد على أن العازف يتمكن من مهارات في العزف، ويكون العزف سلس وطروب لدى المستمع، وحتى لدى العازف يستمع أشياء جميلة جدا في آلة العود. يعني جمل مطولة في البداية. هذه جملة طويلة جدا يعني كبداية، ولما أرتكز في علامة الرس أي دو أعطي نوع من الاستقرار، يعني أستقر من ناحية الصوت ومن ناحية الأفكار ومن ناحية أن أسمع فقط صدى صوت علامة دو وهي تنتهي تدريجيا. لما تنتهي يعني أكون مستعد لوضع جملة أخرى مثلا في إثارة طبعا الاستهلال. مثلا أبدأها من صول،
ربما أبدأ هذه البداية الثانية من صول. يعني بهذا الشكل. عزفت. وهذه الجمل الاستهلالية التي نبدأ بها التقاسيم تسمى أو ربما أن نقول لها بعض القفلات. أضع جملة وهي في نفس الوقت قفلة تعطي جمالية في العزف. ما هي القفلة؟ عندما نضع مثلا جملة بهذا الشكل، هذه قفلة. ولكن عندما نضع فقط بداية تكون طبيعية يعني بسيطة، نضع مثلا هذا الشكل، هذه تكون بداية يعني عادية وليست كقفلة. أوكي، القفلة هي التي تكون فيها جملة ختمتها تجعل المستمع أو العازف يضع شجن ويضع تطريب وسلطنة في العزف. أوكي، وهذا النوع من القفلات يمكنني أن أضعه مثلا في آخر التقسيم، يعني طبعا لأنه يسمى قفلة، ولكن هذه القفلات أنا أسميها في البداية تعطي جمالية في العزف. أوكي، إذا لما عزفنا الجنس الأول، الجنس الجدع من مقام النهوان، ربما سأنتقل مثلا إلى الجنس الثاني لكي أظهره، لأنه جنس الحجاز من درجة سول. أوكي، يعني يجب أن أخطط كيف يجب أن أظهر هذا المقام. إذا كما قلت يجب أن أظهر كيف يمكنني أن أظهر هذا المقام أو هذا الجنس من جنس النهوند. أوكي، مثلا أبدأه بهذا الشكل، على سبيل المثال عزفت جنس الحجاز في النزول، حجاز، وأعود بجنس الكورد. أوكي، وعيد. بوضع قفلة في هذا الإطار، قفلة بسيطة طبعا لكي أعود إلى علامة الضوء. أوكي، وأنا أظهرت فيها جنس الحجاز. هنا وضعت بعض الاستعراض مثلا من سرعة العزف من تقنيات الريشة التي توضح مثلا تقسيم يكون تروي في مقام النهوند. الآن ربما أخطط للانتقال من مقام النهوند إلى مقام الرست دون إحداث نشاز كما قلت، وبطريقة تكون فيها سلطنة وفيها قمة العزف. أوكي، إذا نركز، سأضع مثلا قفلة أنتهي بها من الجنس الثاني لكي أستعد للانتقال من هذا المقام إلى مقام الرست. لاحظتم يعني وضعت كما ذكرت قفلة مثلا بهذا الشكل،
تستقر قليلا في ضوء ولكن دون انقطاع الصوت لكي انتقل لمقام الرصد، يعني بهذا الشكل. وانتقل مباشرة بهذه الطريقة الى الرصد. وأغير علامة الحساس كما ذكرت لكم في الأول. رأينا علامة الحساس هي سي بيمول في مقام النهاوند، وسنغيرها عندما ننتقل للرصد إلى علامة سي نصف بيمول، أوكي؟ يعني بهذا الشكل كما قلت لكم. بهذا الشكل. وربما أضع شكل ثاني مثلا، أن أنتقل مثلا من مقام النهاوند إلى الرص بهذه الطريقة. يعني وأستمر في التقسيم في مقام الرصد كما تعلمت وكما شرحت في الكثير من الدروس، يعني بطريقة طبيعية وباجتهاداتي الخاصة طبعا أعزف كما أشاء. يعني بهذا الشكل. وربما أعود لمقام النهاوند الذي بدأت منه، ربما تكون بداية تقسيم لقطعة معينة في مقام النهاوند، وأنا كعازف يعني أختار الانتقال يعني الاستمتاع بالعزف في هذه المقامات، وأعود لمقام طبعا النهاوند يعني بهذه الطريقة. يعني عدت بهذه الطريقة، كنت أستقر في علامة دو وأنتقل مثلا من دو إلى في الرص، أنا أكون مثلا في الرص، لما أكون مثلا في الرص وأنتقل من دو إلى سول، يعني لاحظوا مشاهدينا الكرام الخطة التي اتبعتها هنا. عزفت مثلا رصد واستقر في ضوء، وكذلك النهاوند يكون استقرار في ضوء، لكن اذا اردت ان انتقل ليس كبداية التي رأيناها، مثلا انتقلنا من النهاوند الى الرصد، طبعا سيكون هناك نوع من عدم التوافق او الانسجام ما بين الانتقال من نهاوند ضوء الى الرصد، هذا سهل، ولكن من الرصد الى نهاوند ربما يكون فيه تغيير بسيط يعني جدا، وحتى لا اقع في شيء غير فيه احساس يعني جيد، انتقل من ضوء مثلا في الرصد انتقل الى صول، واعزف الجنس مثلا الحجاز، يعني اعزف لا بيمول، وربما اعزف سي او سي بيمول، اوكي. وهذا نجده مثلا في الرصد وفي النهاوند، النهاوند نجد فيه لا بيمول، والرصد اذا اردنا ان نعزف ايضا جنس الحجاز يكون متوفر في الرصد، يعني دون احداث اي نشاز او اي خطا. واعزف سول لا بيمول، سول لا سول فا سول، واستقر قليلا في سول وكانني انتقل الى النهاوند من خلال هذه السول. Thank you.
إذا مشاهدينا الكرام، كان هذا درسنا فيه بعض المعلومات كيف أتعامل مع التقاسيم بطريقة تكون سلسة ودون إحداث أي أخطاء. إن شاء الله يكون الأمر أفادكم، وأي استفسار وأي ملاحظات اتركوها لنا في التعليقات، وطبعا لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. وإلى اللقاء إلى درس آخر إن شاء الله، وشكرا لكم على المتابعة.